معكم بدنيا دنيا معنا يزن مسمار، وهو فنان رسام موهوب جدا، والدليل مش حكينا هي اللوحات الموجودة بالاستوديو. رح نتعرف بوجوده معنا وأيضا من خلال لوحاته على إبداعاته وأيضا فكره الخاص بالرسم. كيفك يزن؟ أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يعني هيك نورتنا بلوحات اليوم. حلو حضور الفن، حلو دايما بدنيا دنيا. أول سؤال البدايات كالعادة، كيف هيك اكتشفت موهبتك بالرسم؟ صراحة هلا أنا بلشت شغل بالرسم أو موهبة اكتشفتها، خلينا نحكي على التوجيهي. ما بعرف إيش ارتباطها بالتوجيهي. بتطلع الإبداعات بدناش كتب. ممكن كانت طريقة لتخفيف التوتر. صح. ممكن. إشي زي هيك. هي كانت موجودة من زمان بس فعليا ما كان في لها أي ممارسة إلا على فترات التوجيهي، ومن بعدها ظلت دائما موجودة معي وتتطور من وقتها. هلا أنا أول سؤال سألتك إياه قبل الهواء، انه انت مش دارس هذا الموضوع، مش واخد حتى دورات، بس انت عم تطلع روان. صح. وهلا رح نستعرض تفاصيل اللوحات، انه في شغل وفي تفاصيل وفي بعد بلوحاتك، فكيف قدرت توصل لهاي المرحله؟ هلا الواحد لا يوصل لهاي المرحله، كثير ناس بتحسب انه الرسم هو عباره عن موهبه بحت. بس يعني بالنسبه لي ورايي لحالي الرسم ما بتعدى 20%. 80% من الرسم هو عباره عن انك انت تدرب حالك، تدرب فكرك، تدرب تركيزك، انك انت تضلك ايدك مركزه على الحرفه. هي حرفه طبعا. لازم انت تتعلم حرفه. حلو. طب الصوره اللي عم نستعرضها مثلا على الشاشه تشرح لنا عنها. هلا هاي اللوحه انعرضت في معرض زارا سنه 2014 شهر 11 فندق حياة عمان. اللوحة رسم أكريليك، مواد أكريليك على كانفاس، وحتى إنه التاج اللي مرسوم عليها هو مواد رش بنا، سبراي بنا. الفكرة هي عبارة عن شو اسمه، كيف بدي أحكي لك إياها، الرمزية. أيوة. أوكي. للأسد اللي موجودة لا تعني أوكي وجود الخواص تاعتها، وهذا بتبين انه من التاج انه كيف زئزئ قاعد عم بيزول او كيف قاعد بيزول. اوكي يعني هو مش ملك الغابه، عم بيروح منه بالضبط. الرمزيه للإشي. أيوة. ما بتعني وجود الإشي او وجود خاصيه الإشي. حلو. طب تحديدا مثلا لما اجيت بدك ترسم لوحه للاسد، شو كان يعني شو كان الهدف؟ ليه حبيت مثلا تختار الاسد بتفاصيله بوجود التاج؟ لانه ممكن اكثر إشي ايقوني اوكي واضح انه يوصل للفكره، لانه انا بالاخر لما اجي اعمل معرض مش راح مش راح اجي اشرح كل لوحه لكل فرد. تشرح حالها بالضبط. بدها تشرح حالها، ممكن انا اعطي تلميح من خلال الاسم اكون كاتبه تحت اللوحه، والمفروض انه يفي بالغرض. يفي بالغرض. طب احنا بنعرف يمكن يزن انه كل فنان عاده بيكون حياته إلها تاثير دائما على لوحاته، يعني بيكون ممكن اشياء صارت معك بحياتك او اوقات مثلا مشاعر معينه مرقت فيها انعكست على لوحاتك، بتحس هذا الشيء بيصير معك؟ وايش اكثر هيك شيء بتحب تحطه بلوحاتك؟ هلا اكيد شو اسمه، دائما الواحد لازم يعني ممكن انت تحكي عن مشاكل المجتمع بفنك، ممكن انت تحكي عن المشاكل اللي انت شايفها معاصره لك شخصيه كمان. بالضبط. بس دائما ما بيغني انك انت تاخذها من منظورك انت، منظورك الشخصي. بالنسبه لي انا اكثر شيء بحب اعمله، خصوصا اني انا مش دارس فنون وتعليم ذاتي وكذا، بحب كثير اني اثبت حالي اوكي بالوسط هذا. يعني كثير يعني كانت ممكن انا بلشت رسم خربش على الكتب مش عارف ايش، بعدين اجاني واحد حكى لي شو اسمه، شو بدك خربش بالكتب، انت لو تمسك ورقه عن جد ما راح تعرف ترسم. فاذا انا نقلت للرسم شو اسمه اللي على الورق. بعدين اجاني واحد حكى لي فحم، انت بتعرفش ترسم الوان، فنقلت على الالوان وزي هيك. تحدي يعني كان بالضبط عندك. كان تحدي مش اكثر. هو صعب تلاقي الناس اللي بيشجعوك. بس هاي الكلمات احنا بنقدر ناخذها تشجيعيه. انا بدي اتوقف عند اللوحه اللي كنا عم نستعرضها يزن. بالفعل حلوه يعني، وانا ما راح بحكي لك هاي من اجمل اللوحات اللي انت رسمتها. حلوه يعني فيها جماليه، لكن بنفس الوقت ممكن انه لها ابعاد اجتماعيه، يعني انت هون مسكر على عينين السيده او الفتاه اللي باللوحه. خبرنا. صحيح. عن هاي الفكره. هلا هي فكرتها كلها معكوسه بالبشره تبعتها. شو اسمه، البشره زي ما انت شايفه بالضبط ناب مكسره. اوكي. الفكره تاعتها الكونسبت تبعها كله بيحكي عن الغرور. اوكي. شعور الغرور شعور هش. اوكي. الخلفيه الفيكتوريه بتحكي انه الشعور الغرور اوكي شعور للاغنياء، الفقراء عندهم كبرياء مش غرور. ففي فرق بين الغرور، في فرق الغرور ما بتقدر تمتلكه اذا انت ما عندك تكلفته.
أوكي. زي هيك. أوكي. طب ليه سكرت لها على عينيها؟ أنا نفسي أعرف الفكرة. هلا فكرة تسكير لونه العيون إنه الغرور بضيق الأفق تبعك. كنش كأنك أعمى. فالتخريم اللي موجود على نظرك. شايف الدنيا بدون. بالضبط وزائل الشعور الغرور زائل. هي قد حاطت إنه عم بيدوب. واو. حلوة. رمزية رائعة. رائعة. مثلا هيك لوحة قد أخذت منك وقت؟ عندي فضول بالفعل أعرف. بالنسبة للوحات اللي زي هيك هي الوقت بيجي من شو اسمه من أنا بحسبها بالساعات لأنه الشغل بيجي متقطع فبتبلش من حوالي خلينا نحكي 15 ساعة لحد بتوصل لحد 40 ساعة زي هيك زي هاي اللوحة أخذت معي حوالين 32 30 يعني روان انت شايف قد فيها تفاصيل رائعه صراحه حتى يعني هلا في يزن يمكن في كثير من الفنانين صراحه بيحاولوا يعني في بدايه حياتهم الفنيه بيحاولوا انهم ينقلوا رسمات جاهزه مثلا ينقلوها هم صحيح وهالفتره مرت معي مرقت عليك مش غلط طيب ولكن انت فتره تعليميه تعتبر بالضبط صح طب شو بتلاقي يعني هلا لما الفنان يخلص هذه المرحله ايمتى بيقدر فعلا يطلع لمرحله انه هو يبتكر فكره ويبتكر حاله كامله للوحات اللي عم يرسمها ايمتى ما بحس هو جاهز للشيء هذا الشيء هذا بيجي يعني المفروض انه يجي لحاله يعني انت بتصير شوي شوي تستغني عن النقل تستغني عن فكره انك انت تاخذ مراجع 100% يعني المراجع ما بتغني بس ما بننفي انه بضيف يعني النقل هذا مهم بالضبط هو بضيف وشوي شوي بضل يضيف عبين ما تصير اللوحه كامله بتقدر تحكي انها له حلو اللوحه اللي كنا عم نشوفها قبل شوي شو فكرتها اللي هي هاي هاي بتحكي مبدئيا بتحكي عن التلوث التلوث شو اسمه الموجود حاليا احنا بنشوف كيف الخلفيه معموله ورود واشياء زي هيك وهو لابس بدله فهو الرجل المعاصر بس بورجيك قديش الموضوع فيه تكهم صار كذا فيه تحكم اسف تحكم انه الورود موجوده حواليه كل شيء بس هو من كثر ما هو معاصر ومش شايف اللي حواليه لابس الغاز ماسك لابس قناع الغاز اوكي للطبيعه اللي صارت فيه انه هو بطل يقدر يستنشق هواء طبيعي يعني الطبيعه كشيء مجرد وطبيعي هي شيء حلو ورود ولكن ممكن يمكن التدخل البشري يخربها خربها للاسف حلو ما كنت اعرف صراحه يزن يعني انا لما دخلت لقيت اشياء حلوه لوحات حلوه ما كنت اعرف انه فيها تفاصيل وقضايا اجتماعيه برافو هلا هي كلها هاي بتيجي شغله بترجع للرسام او الفنان نفسه انه هو كيف حاب يعرض فنه حاب يعرضه من ناحيه جماليه حاب يعرضه من انت جامع التنين بقدر احكي بكل تجرد يعني انه تنتين يعني في شيء حلو وفي رساله صح بالضبط هذا كثير مهم قد ايه مهم يمكن ده يكون ايضا للفنان رساله انا بدي اسالك هلا انت قلت لي انك ما درست فن يمكن ولكن هل بتقرا عن المدارس ايضا يعني المدارس الفنيه نعرف في احنا المدرسه التعبيريه المدرسه في مدارس كتير بتحس حالك قرأت أول إشي عنهم أو لا قبل ما أسألك السؤال يعني على اطلاع نوعا على اطلاع يعني بتحس أنت أقرب لأي مدرسة بشغلك هلا إذا بدي أضم حالي لأي مدرسة بدي أحكي إنه الإلستريشن ما بعرف إيش ممكن بالعربي بس هي مدرسة الإلستريشن اللي هي عبارة بس إنه اللوحة ما الأساس الإضاءة فيها بكون مش مصدر واحد اوكي دائما ممكن انها تكون التكنيكس تاعتها يعني مختلفه عن المدارس الكلاسيكيه شوي كثير حلو انا معجبه جدا باللوحات عم بفكر يزن قديش بالفعل اسمك لازم ياخذ حقه كيف عم بتحاول تروج للوحاتك شو المعارض مثلا اللي اشتركت فيها قد ايه بهمك يكون لك معرض منفرد مش معرض مشترك مع عده فنانين بالنسبه للشغله هاي انه الواحد يشهر اسمه ما بنفي انه خصوصا هون بالمجتمع اللي احنا فيه بدها شغل بدها طبعا بس دائما في موجود شبكات دعم دائما شبكات دعم بتبلش ممكن من عائلتك من اصدقائك ممكن بالاول انه ما يتفهموا هذا الشيء بس دائما انت اثبتي نفسك ما تتوقع منهم انهم يتقبلوك زي ما انت اثبتي نفسك قدامهم بعدين شوي شوي ممكن انت تلاقي ناس يدعموكي ممكن تلاقي مؤسسات تدعمك يعني من انت بدك تآمن بحالك بالاول لا بس حلو فكره التفاؤل طبعا. انت بتآمن بنفسك ممكن تلاقي ما هو اذا انت ما آمنتي بنفسك اوكي صعب حدا يآمن فيك بالضبط بالضبط يعني انا بس بدي اذكر شو اسمه احنا عملنا اول معرض لنا في زارة اوكي استمر لمده 3 أسابيع الحمد لله كان له نجاح وكذا بعدين بالصدفه تعرفت على شو اسمه موسى ابو قاود عرفني على مؤسسه ابداع
اذا انا ما كنت، وطبعا مؤسسه ابداع يعني بعدين اشتغلت معهم بشغل كثير وكان شغل كثير حلو معهم والتعامل معهم، بس اذا انا ما كنت مثبت حالي قدامهم كان هم اصلا ما يجوا حكوا لي طبعا. وبعدين خطوه بتادي لاخرى يعني. بالضبط طبعا 100%. هي بدها تبلش اول خطوه من عندك. عمرك 22 بس ويتمتع بحس من الثقافه والثقه، فهذا شيء كثير مهم طبعا. عشان هيك انا يمكن لعمره الصغير ومع هيك عم بحس انه مش بس موهبه فنيه، ولكن بحس انه في مواهب ثانيه ممكن يكون عندك. في ايش فيك موهبه ثانيه غير الرسم؟ هلا اذا حاب انا يكون عندي اي نوع موهبه وما يعني فعليا لسه مش مكتشفه، تكون اداره اعمال. حاب كثير انه يعني صحيح اني انا بدرس تخصص ولا له علاقه باي شيء حاليا، هندسه مدنيه. بس بالرسم المدني ما له دخل بالرسم ابدا. شو اسمه، حاب كثير انه يكون عندي موهبه اداره اعمال خصوصا بالمجال اللي انا حاليا بدي افوته. حابب تكمل بالرسم يعني. الهندسه دراسه والهوايه هي اللي حابب تكمل فيها كشغل ككارير. مع انه مرات بيحكوا العلوم والفن مش كتير بيكونوا مجتمعين، فانت قادر تجمع الهندسه مع الفنون وهذا شيء كتير حلو. بالعكس انا برفض الفكره كثير انه العلوم والفنون كثير منفصلين. طب كيف تجمعهم انت؟ تقدر تجمعهم يعني حاليا احنا قاعد بشتغل مع في عندي ثلاث شركاء. ان شاء الله في نهايه 2016 احنا حيكون عندنا اساسات اوكي لقيام شركه تكنولوجيا معلومات وجرافيك ديزاين. اوكي جمعتوهم مع بعض. بالضبط. هلا انا ايش لي علاقه بشو اسمه تكنولوجيا معلومات ولا ايه؟ بس بتعلم كمان. بس بتعلم. والجرافيك ديزاين يعني ممكن انت تاخذ الرسم الكلاسيكي وتطوره شوي شوي ليصير الديجيتال ارت. نعم. سؤالي الاخير هو عن تفاعل الناس، يعني حكيت لي شاركت بمعرض. كيف حسيت رده فعل الناس؟ هلا مثلا الاغنيه ببين كيف بتنجح، باقي الاعمال ببين برضه قد ايه اقبال الناس لها، ولكن اللوحات انت كيف بتقيم نجاحها؟ هاي التقييم اوكي بيكون كثير صعب لانك انت ممكن تكون موجود بالافتتاح وكذا وتشوف الناس، بس انك تاخذ راي كل واحد كل حيكون صعب كثير يعني. تطلع على وجوه في يعني في بالضبط يعني في معارض مثلا المعرض اللي ذكرتي ممكن تتفرج هيك تبعد شوي تبعد شوي وتشوفي كيف الناس قاعده بتتفاعل مع اللوحات وكيف قاعده بتحكي مع بعض وايش قاعدين بيحكوا انه ارائهم يعني فعليا في يعني اشتركت بمعرض في لوحه ما كان مش معروضه هون، اشتركت بمعارض اوكي الناس يكون يعني اثنين مثلا قاعدين بيحكوا عن اللوحه واثنيناتهم يعني بتجادلوا وهذا الشيء اللي انا بدي اللوحه تعمله. نعم. تخليك تتجادل تخليك تفكر. يكون في نقاش يكون في عمق جدل ينحكى فيه. بالضبط. نعم. تخليك تفكر شوي لانه في كثير اشياء احنا ما بنتطرق لها بتفكيرنا. فحلو انه احنا نشوف كل الزوايا. اكيد رائع. اكيد يعني ختاما هيك في ختام لقائنا الحلو اللي كان هيك فني زي ما حكينا، بدنا نتشكرك يزن مسمار على وجودك. تذكروا هذا الاسم منيح، يزن مسمار. بالضبط. عن جد ان شاء الله رح يكون لك مستقبل كبير، نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله بحياتك الدراسيه وايضا المهنيه وموهبتك وهوايتك. اكيد شكرا لوجودك معنا واهلا وسهلا فيك. يعطيك الف عافيه.